يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بالنفس اللوامة والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات فمن عفي له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله